السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء لا تنسى الصلاة على حبيبنا رسول الله. ومعنا اليوم يا أصدقاء تجربة للعبة إي فوتبول 2025 وحل جميع المشاكل الخاصة بها، وهي تشتغل للأجهزة الضعيفة فكما تشاهدون معنا. وسنعطيكم مثالين، حتى هذا الهاتف فهو إصداره، لدينا هذا الهاتف ولدينا هذا الهاتف أقل إصدار فيه فكما تشاهدون وهو إصدار 7، هو جالاكسي إس 6 لسنة 2016. يعني رغم ذلك، عفوا يا أصدقاء، فكما تشاهدون ها هي أيضا متواجدة فيه يا أصدقاء، رغم أنه قديم ولسنة 2016، يعني 8 سنوات. نحن سنجربها معا في هذا المقطع يا أصدقاء. عندما تدخل إليها، بالنسبة مثلا هاتفك ضعيف وتريد أن تقوم بتشغيل اللعبة على أعلى الإعدادات يا صديقي، وتريد أن تشغلها بدون لاج وبدون أي مشكل، فأنصحك يا صديقي باتباع معي هذه الخطوات. فمثلا سنأتي إلى هنا، ضروري تختار العربية، نضغط هنا، يعني أنت وعلى حسب الشيء الذي تريده. نقوم بزيادة الضوء، نعم، وهنا يا أصدقاء اللعبة مباشرة يتم اختيار البلد الخاص بك على هذا الشكل. وها هي يا أصدقاء فكما تشاهدون معنا أيضا. الآن سنضغط هنا. من المهم يا أصدقاء، مثلا أنت لديك هاتف ضعيف مثلي أنا، فعندما سنذهب أهم شيء سنذهب إلى الرسوم، يعني الإعدادات الخاصة بالجرافيكس. هنا قياسي 30 إطار في الثانية. عندما نأتي يا أصدقاء، من الأفضل أن تتركها كما أعطوك الخيار، أو تضغط على منخفض، أو يعني قياسي أفضل يا أصدقاء، قياسي صراحة يكون الجودة. وهنا يا أصدقاء يفضل أن تختار الـ FPS على 60، حتى وإذا كان هاتفك ضعيف وميت فيا صديقي اختار الـ FPS على 60. سنقوم بالرجوع، ويمكنك اللعب يا أصدقاء وتجربة اللعبة فكما تشاهدون. يمكنك هنا الموافقة على الشروط، هنا أيضا الموافقة. عندما تختار صراحة 60 FPS، هنا مثلا تختار مراد، زد على هذا الشكل، نضغط متابعة، نعم، نختار مثلا، نقوم بزيادة حرف آخر، نعم على هذا الشكل يا أصدقاء. الآن يا أصدقاء فكما تلاحظون، عفوا، ننتظر حتى تدخل معنا. هنا سيتطلب منكم تنزيل، يمكنكم تحميل هذا التنزيل. وضروري يا أصدقاء عندما تريد أن تقوم بإدخال اللعبة في هاتفك، فكما تشاهدون معنا يا أصدقاء الكثير من ينبتق له لأن اللعبة ما زالت في الصيانة، كيف تلعب؟ تضغط هنا على إلغاء، ومباشرة سيدخلك إلى المود الخاص بالأوفلاين، يعني مباشرة كما ستشاهدون معنا سيقوم بإدخالك إلى المود الخاص بالأوفلاين. هنا تقوم باختيار أي فريق، على سبيل المثال نذهب إلى الدوري الإنجليزي مثلا، نحاول أن نختار نفس الدوري، ننافس مثلا الأرسنال على هذا الشكل. وأنا سأعرض لكم بعض من الجيم بلاي هنا يا أصدقاء. بالنسبة للشرح الخاص بكيفية تحكم في الطقس، هنا نختار جو ممطر، هنا الصيف الشتاء، هنا الليلة، ونترك الجو ممطر يا أصدقاء ونذهب إلى المباراة، وعفوا إلى هنا متابعة. والآن يا أصدقاء ستشاهدون معنا السلاسة، عفوا نقوم بوضع الكاميرا على هذا الشكل. الآن ننظر إلى الاشتغال فكما تشاهدون، ها هي اللعبة تشتغل معنا بشكل سلس وأفضل فكما تشاهدون معنا يا أصدقاء، مع جو ممطر رهيب جدا كما تشاهدون معنا. رغم أن الهاتف ضعيف إلى أن اللعبة تشتغل بسلاسة. فهذا يا أصدقاء، دائما خلي الجودة على 60 FPS. واو كانت خطيرة جدا، كما قلت لك يا صديقي خلي الجودة على 60 FPS، وقم بتخفيض الخيارات للرسوميات، مثلا ضع أقل جودة على حسب هاتفك مع 60 فريم في الثانية.
فصراحة يا أصدقاء، أوه لعب رهيب جدا وجرافيكس أسطوري. أوه فعلى العموم هجمة تكون على هذا الشكل. فعلى العموم يا أصدقاء، كان هذا هو المقطع الخاص بنا، فنتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، والسلام عليكم.